يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وسورة الجمعة سميت بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. التسمية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سماها الصحابة كذلك كما ثبت عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة الجمعة. حديث. ومنها كذلك ما ثبت في مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون. هذا الحديث رواه مسلم. هذه الأحاديث مفادها ماذا؟ مفادها أن تسمية هذه أن السورة اشتهرت بهذا الاسم وليس لها اسم يعني غير ذلك. فالسورة مسماة بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المصاحف وكتب السنة عند البخاري وعند الترمذي وغيرهم. وتسمية السورة بسورة الجمعة لورود لفظ الجمعة في هذه السورة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي واتركوا البيع. والجمعة هو اليوم السادس من أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي أنهى الله عز وجل فيه الخلق، وهذا اليوم معظم عند المسلمين، وهو اليوم الذي أمر الله عز وجل الأمم بتعظيمه كما سيأتي من الحديث، لكن اختلفوا فيه فأضل الله عز وجل اليهود والنصارى عنه وهدى الله عز وجل هذه الأمة. لكن هذا اليوم أمرت الأمم بتعظيمه لكنهم ضلوا عنه، فهدى الله إليه المسلمين. نعم. والناس لنا تبع كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، فاليهود في السبت والنصارى في الأحد. والسورة مدنية. نعم. ويوم الجمعة، والجمعة كما تطلق على اليوم تطلق على إيه؟ تطلق أيضا على الصلاة.
والصورة مدنية في قول الجميع، صورة مدنية، والدليل على مدنيتها سياق الصورة، وأيضا راوي الحديث الذي نزل، راوي يعني الحديث هو من؟ أبو هريرة رضي الله عنه، قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه صورة الجمعة. طيب، وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة، كان في عام خيبر. إذن المقطوع به بأن هذه الصورة نزلت بعد خيبر، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هو الذي روى هذا الحديث، وإسلامه تأخر إلى عام خيبر رضي الله تعالى عنه. إذن فالصورة مدنية، وكذلك سياق الصورة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كان هذا في العهد المدني وليس في العهد المكي. موضوع الصورة يعني الأصيل هو يعني يسير في محورين. المحور الأول هو بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة نبي صلى الله عليه وسلم، نبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه، سيد ولد آدم، وبيان المنة من الله عز وجل، وأن ذلك فضل الله. نعم، يؤتيه من يشاء. إذ كانت يهود تحجر على الله جل وعلا وتنسب الفضل إليهم. نعم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا في هذا المحور الأول الذي مضت عليه، ولذلك جاء التشنيع على اليهود وتقبيح اليهود وضرب المثل لهم بأقبح الأمثلة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والمحور الثاني والذي تدور حوله أيضا هذه الصورة هو تعظيم الشعائر، لا سيما صلاة الجمعة، وعدم الانشغال عنها بلهو أو بتجارة. ولذلك افتتاحية الصورة تناسب هذا على ما سيأتي. إذن هذا هو موضوع الصورة العظيم، بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة نبي صلوات الله وسلامه عليه. الثاني تعظيم الشعائر، لا سيما صلاة الجمعة وغيرها من العبادات، فلا ينشغل عنها المؤمن بلهو أو بتجارة. والصورة مفتتحة، والصورة يعني مفتتحة لقول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هنا جاء لفظ التسبيح بصيغة المضارع، فاختلفت هنا افتتاحية هذه الصورة عن صورة الحديد وعن صورة الحش وعن صورة الصف، فافتتاحية هذه الصور جميعا جاءت بصيغة الماضي، سبح لله ما في السماوات والأرض في الحديد، وفي الحش سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وكذلك الصف. لكن جاء هنا التسبيح هنا بصيغة المضارع، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. اختلفت افتتاحية هذه الصور عن نظائرها من الصور، لأن المقصود من الفعل المضارع هو دوام التسبيح، وأن المخلوقات جميعا تسبح لله جل وعلا، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يجددون التسبيح لله جل وعلا، وهذا هو الذي يفيد الفعل المضارع، وهو مناسب جدا لموضوع الصور. لماذا؟ لأن من أغراض الصورة النعي على أفراد انشغلوا عن صلاة الجمعة بلهو أو بتجارة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يجددون التسبيح لله جل وعلا، مخلوقات والدواب والأنعام. نعم، وتسبحون بمعنى التسبيح وبمعنى الصلاة، كما قال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ولذلك هنا أراد الله جل وعلا التنويه على عدم الانشغال عن الجمعة، كما يعني ذم ذلك
نعم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم. كذلك أيضا دل يعني كذلك هنا أيضا اختصت هنا بذكر صفات الله جل وعلا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. طبعا مرت علينا هذه الصفات في سورة الحشر، ملك الملوك سبحانه وتعالى، والقدوس المنزه عن النقائص وعن المعائب وعن المعايب سبحانه وتعالى، منزه عن كل آفة ونقص. نعم، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الحكيم المحكم لأمره ونهيه، والذي أفعاله وأقواله مكللة بالحكم والغايات. ومثل هذا سبحانه وتعالى لا ينفض عن مجلسه إلا بإذنه، يعني من كان في حضرة الملك هل يستطيع أنه يقوم وينصرف كده مباشرة؟ ولا لم يأذن له الملك، فما بالكم بملك الملوك؟ هل لو كنت في حضرة ملك من ملوك الدنيا لك أن تنصرف هكذا وتترك الرجل جالسا ولا شيء؟ ولا ممكن تجلس يبقى أنت يبقى يعاقبك عقوبة شديدة؟ فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى ومن كان بحضرته؟ فلا ينصرف عنه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرت صفات الله جل وعلا هنا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وكل ملك سوى ملك الله جل وعلا فهو عارية، والملك الحقيقي لله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم، وهذه من امتنان الله عز وجل على عباده. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ومن الأميون؟ من هم الأميون؟ الأميون جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، والمقصود بذلك هم العرب. هم كانوا أمة أمية، الغالب عليهم الأمية. ولماذا خص الله عز وجل الأميين ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليست اليهود كانوا ينتقصون العرب بأنهم أميون ولا لا؟ نعم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. لو تذكرون في سورة آل عمران، ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هم كانوا يتبجحون على العرب بأنهم أميون وأنهم هم أولى بالفضل ولا لا، ولذلك حسدوا النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا لا، وكانوا يفتخرون على العرب قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد أظل زمن نبي نقتلكم معه. نعم، فتحداهم الله جل وعلا وأرسل نبيه صلوات الله وسلامه عليه أميا إلى الأميين ليعلمهم الله جل وعلا بأن ذلك فضل الله، لا يحتكر اليهود فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم في أواخر سورة حديد. طيب، وهل بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه في الأميين فقط، في العرب فقط، أم كانت رسالته صلوات الله وسلامه عليه عامة؟ نصوص القرآن تدل على أن رسالة النبي، نصوص القرآن والسنة تدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
يعني كل الناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه: وكان النبي يبعث في قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. عندما يمر علينا في سورة الصف بأن موسى عليه الصلاة والسلام الكريم بعث إلى بني إسرائيل، وكذلك المسيح لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. نعم. وكذلك المسيح عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته إيه؟ عامة. طب ولماذا هنا يذكر الله جل؟ إذن المقطوع به بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للأميين وغير الأميين، لكن المنة على الأميين وهم العرب أوكد وأبلغ، فهذه نعمة أخرى خلاف نعمة الهداية والرشاد. نعمة الهداية والرشاد يشترك فيها العرب مع غيرهم، أما نعمة أن الله جل وعلا خص العرب بأن أرسل نبيه صلوات الله وسلامه عليه منهم، فهذه منة أخرى. إذن هنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. رسولا منهم هنا بعث في الأميين، في هنا بمعنى إيه؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى الظرفية. والظرفية فيها نوع من الملابسة، ولا مش أنت بتضع الظرف داخل المظروف؟ فمن هنا جاءت فيه بمعنى الظرفية. ومعنى هذا هو الذي بعث في الأميين، معنى بأنه هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يفارقهم، بل هو معهم، يقيم معهم، لم يكن مرا بهم مثلا فدعاهم، أبدا، ده كان معهم، يعلمون نسبه وأمانته وصفته صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا يفارقهم. فإذن المنة هنا أعظم وأبلغ، وكان يقتضي منهم ماذا؟ أن يشكو نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه منا، ولا لا؟ ولذلك يعني تعجب الله سبحانه وتعالى من هؤلاء: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نعم. إذن فهمنا هنا بأن الله جل خص الأميين للدلالة على، ليس لخصوص رسالة النبي صلى الله وسلامه عليه بالأميين فقط، لا، وإنما لبيان زيادة المنة والنعمة على العرب بأن أرسل رسوله صلى الله وسلامه عليه سيد ولد آدم منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. رسولا منهم هذه بس كان لماذا؟ بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وبشارة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه حين أتحدث عن نفسه فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى صلى الله عليه وسلم، ورأت أمي حين حملت بي نورا خرج منها فأضاء لها قصور بصرى في الشام. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم، أمه رأت ذلك عليه الصلاة والسلام. دعوة أبي إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وبشارة عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والحديث عند الإمام أحمد وعند غيره وسنده جيد كما قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. إذن هذه منة عظيمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. الغرض من البعثة تبليغ الوحي المنزل من السماء، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب، تلاوة الآيات هو التبليغ والدعوة. نعم. وهي يعني عبادة عظيمة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، التزكية بمعنى تطهير النفوس من الدنس، فالزكاة في اللغة بمعنى التطهير، ومنه سميت زكاة المال زكاة لأنها تطهر المال بإخراج الزكاة.
ويزكيهم كما أقسم الله جل وعلا. مسألة الزكاة النفوس هذا أمر عظيم وأمر جلل، ولذلك لم يقسم الله جل وعلا على شيء في كتابه الكريم كما أقسم على وجوب تزكية النفس وتطهيرها من النقائص ومن الدخائل. ففي سورة الشمس أقسم الله جل وعلا 11 قسما، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، هذا المقسم عليه، وقد خاب من دسها. قد أفلح من زكى النفس بالتوحيد والطاعة والإيمان، وقد خاب من دسها دنسها بالشرك والفجور والمعاصي. يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة إذا اجتمعت مع الكتاب فالمقصود بذلك كما قال الشافعي رحمه الله تعالى هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي أدركنا أهل العلم قبلنا يرون أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى. ويعلمهم الكتاب والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة. وهنا تعلم أسس دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أو أسس منهج الإصلاح، الدعوة والتزكية والعلم، والثلاثة لا ينفكون عن بعضهم البعض، هذا مثلث. يتلو عليهم آياته وهذه الدعوة، ويزكيهم التزكية والعلم، هذه أسس منهج الإصلاح. وعلى ذلك من وعلى ذلك يعني في غير موطن بيّن الله جل وعلا ذلك. والتزكية مقدمة على العلم، ولا العلم مقدم على التزكية؟ التزكية مقدمة على العلم، لأن العلم بلا تزكية هو علم ضار، علم لا ينفع، كما سيأتي المثل لليهود، كما سيضرب المثل لليهود. اليهود كانوا عندهم علم لكن لم ينتفعوا بهذا العلم، لم تتزكى نفوسهم بهذا العلم. قد يقول قائل طيب، وقول الله جل وعلا ربنا وابعث فيهم رسولا، من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالأصل أن التزكية مقدمة عليهم، لذلك قدمها الله جل وعلا هنا، وقدمها كذلك كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وكذلك هنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأما التقديم في خطاب إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فالواو لا تقتضي تقديما ولا تأخيرا، وإنما تقتضي مطلق الجمع. لكن الأصل، ولذلك لما أخبر الله جل وعلا جاء التزكية مقدمة عليه على العلم، ولا يقدم الله جل وعلا إلا ما كان مستحقا للتقديم، لأن العلم بلا تزكية للنفس دون أن يظهر أثر هذا العلم على الجوارح من تقوى وإيمان وورع وخشية لله جل وعلا، هذا علم لا ينفع استعاذ منه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما العلم النافع هو الذي يثمر التزكية. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهنا يأتي المنة والتذكير بها، وإن كانوا من قبل البعثة لفي ضلال مبين. نعم، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين تكلم مع النجاشي، كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام، حتى بعث يعني فمبينا فضل الله جل وعلا بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانوا من قبل ذلك لفي ضلال مبين، لفي ضلال، يعبدون صنما وثنا، ويظلم بعضهم بعضا، وتقوم الحروب بينهم وتسفك دماء، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين واضح. كانوا على الشرك وعبادة الصنم والوثن، نعم، وقتل الموؤودة وأكل الميتة، لكن الله جل وعلا أعز المسلمين بهذا الدين، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا تدليل بهذه المنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم، طيب هذا بالنسبة للعرب، وإحنا اتفقنا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة ولا لا؟ طيب وآخرين منهم، وآخرين معطوف على ماذا؟
على الضمير في قوله تعالى يتلو عليهم يتلو عليهم، يبقى يتلو على ايضا ويتلو على ويتلو على اخرين. واخرين منهم الامام البخاري اورد عند هذه الايه حديثه لما نزلت هذه الايه من حديث يعني ابي هريره رضي الله عنه، كنا جلوسا عند النبي صلوات الله يعني وسلامه عليه، فنزلت سورة الجمعة وفيها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله من هم يا رسول الله وآخرين منهم، فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم حتى سألوه ثلاثة يعني ثلاث مرات. فنظر النبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي رضي الله عنه ويقول لو كان الإيمان في الثريا لتناوله رجل أو رجال من هؤلاء. لو كان الإيمان في الثريا يعني في السماء لتناوله رجال أو رجل من هؤلاء. وهنا هذا الحديث أفادنا، أولا أفادنا بأن بعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أشار إلى سلمان الفارسي ولا لا؟ لما قالوا من هم يا رسول الله؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم بالإشارة الذكية وآخرين منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول لهم العرب غير العرب، لكنه وضع يده على سلمان وقال لو كان الإيمان في الثريا. إذن تفهمون من ذلك ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث العرب بعث إلى فارس ولا لا؟ بعث إلى فارس، وذلك كان من أتباعه سلمان رضي الله عنه. وكذلك فيها منقبة عظيمة لسلمان، سلمان صاحب الرحلة الذي كان رحل ترك الضياع بحثا عن الحقيقة، وهذا من علو همته رضي الله عنه، ترك كل شيء حتى يلتقي بالنبي صلى الله وسلامه عليه. لذلك قال لذلك هذه منقبة أخرى لسلمان رضي الله عنه لو كان الإيمان في الثريا علو همة لتناوله رجال أو رجل من هؤلاء، علو همة سلمان رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الآية دلت على عموم الرسالة ولا لا؟ دلت على عموم الرسالة. إذن وآخرين منهم أي ويتلو على آخرين منهم، نعم يتلو على آخرين منهم يعني من المبعوث إليهم أيضا، من جنس المبعوث إليهم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما يلحقوا بهم طبعا الأمم يعني لما يلحقوا بهم يأتون من بعدهم، هذه الأمة والعرب وغير العرب طبعا. والمنة على العرب أوكد ولا لا؟ أوكد، نعم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم هل يدانيهم أحد؟ المهاجرون والأنصار هل يدانيهم أحد؟ لا. إذا قالوا آخرين منهم لما يلحقوا به في الفضل، وإلا فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. ومن أخص خصال التقوى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طبعا. إذا قالوا آخرين منهم أي ويتلو على آخرين من غير العرب، ها لما يلحقوا بهم يأتون من بعدهم ويكونون بعدهم في الفضل، وهو العزيز الحكيم. هو العزيز سبحانه وتعالى من عزته أنه بعث نبيه. وهنا ختام الآية وهو العزيز الحكيم فيه إشارة بأن الله جل وعلا سيعز نبيه صلى الله عليه وسلم ويعز دينه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو العزيز الحكيم، عز الذي لا يغالب ولا يمانع، فمن تقرب إليه عزه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله. يعني هذه البعثة وهذه الرسالة، ولماذا اختار الله جل وعلا نبيه من العرب واختاره من الأميين؟ طيب والأصل بأن الأمية هي صفة نقص ولا صفة الأصل عموما؟
الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، يبقى في صفة نقص ولا لا؟ إذا كان اليهود ينتقصون العرب، لكنها في حق النبي صلوات الله وسلامه عليه صفة كمال. لماذا؟ لأنه إذا كان أميا ولا يقرأ ولا يكتب، فكيف يطلع عليهم هذه الآيات وكيف يزكيهم وكيف يعلمهم الكتاب والحكمة؟ فلابد بأن الله جل وعلا علمه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لو تاب المبطلون، لو كنت تقرأ أو كنت تخط الكتب لكان يرتاب فيك. يقولون تعلم هذا من الكتب السابقة. ولقد ولذلك ذم الله جل وعلا من تكلم بذلك، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، اللي هم اتهموه به صلوات ربي وسلامه عليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إذا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكيف بهذا العلم وهذه النبوة وهذه الرسالة؟ إذا صفة الأمية إذا إن كانت نقصا في غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حق النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهي صفة كمال ودلة على بعثته صلوات الله وسلامه عليه وعلى صدقه وعلى صدق رسالته صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال الله جل ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، ينعي الله سبحانه وتعالى، ينعى الله جل وعلا على اليهود لأنهم ظنوا أنهم يحتكرون الفضل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، الفضل بيد الله، والله أعلم بمن يستحق الفضل ممن لا يستحقه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وعلى من يستحق هذا الفضل ففضل الله عز وجل واسع وعظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.